بلدي بريئة، واللي حصل ده مؤامرة دنيئة. رايح أشجع عمره ما ينفع، أقتل مصري بأي طريقة. بلدي البلد طول عمرها العب شيالة، شالت مصر في عز الأزمة وحاربت بشهامة وبسالة. بلدي البلد شالت مصر في عز الأزمة وحاربت بشهامة وبسالة. عاشت 30 سنة مظلومة من حاكم فاسد وحكومة، حلف ما هتقوم لا يوم قوم. افتكروا العرب يا رجالة، بلد في مؤامرة على مصر بحالها، عشان تتدهور أحوالها، والبورسعيدية اللي تشيلها وعملها الخاين. أمر على مصر بحالها علشان تدهور أحوالها، والبورسعيدية اللي تشيلها وعملها الخاين بسفالة. افهمها وعقلها وفكر وهتعرف مين هو المصدر. يسقط يسقط حكم العسكر وتعيش يا مصر يا حمالة. افهمها وعقلها وفكر وهتعرف مين هو المصدر. يسقط يسقط حكم العسكر وتعيش يا مصر يا حمالة. عاشت 30 سنة مظلومة من حاكم فاسد وحكومة، حلف ما هتقوم لها يوم قومة. وافتكر العربي.